Hello dear friends and welcome to a new episode of our program مدرسة على الهواء. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. Today we're gonna deal with unit 9. In this unit we're gonna deal with some new vocabulary expressions and phrasal verbs and we're gonna deal with some grammatical rules. Let's start. The first group of words we have is play, go, and do. We're gonna deal with the difference between هنتعامل أو هناخد الفرق ما بين play, go, and do. First of all, the verb play is used with بيستخدم مع ايه الverb play is used with ball sports بيستخدم مع الرياضات الكروية. يعني ممكن أقول play tennis. Play ping pong, play water ball, volleyball, handball. فبنستخدمه مع الرياضات الكروية. كمان بنستخدم play مع بعض الألعاب أو بعض الجيمز زي مثلا play cards. ممكن نقول play cards. Play dominoes, play backgammon, play computer games. تعالوا نشوف كده play بتيجي مع إيه. Play with ball sports تيجي مع الرياضات الكروية فبنقول play basketball وممكن نقول play volleyball, water ball, handball وهكذا. Okay. طيب كمان بنستخدمها مع بعض الجيمز زي chess شطرنج play chess يلعب شطرنج play cards يلعب كوتشينا play dominoes يلعب دومينو play computer games يلعب computer games و play backgammon يلعب backgammon اللي هو النرد أو الطاولة يعني. طيب what about go وgo بقى قالنا go is used with sports and activities that end in ing يعني مثلا بقول I go swimming every day يبقى go بتيجي مع الactivities الأنشطة والsports اللي هي بتنتهي بing هنقول go swimming و go skiing وهكذا. بالإضافة لبعض الأنشطة ممكن أقول go shopping وده طبعا مش معناه إن إحنا ما نقدرش نستخدم shopping مع بعض الأفعال التانية بنستخدم shopping كمان مع do وممكن أقول do shopping. أوكي؟ تعالوا إحنا نشوف كده go بتيجي مع إيه. يقول لنا go بتيجي مع sports الرياضات the activities والأنشطة ending in ing المنتهية ب ing. فأنا بقول go swimming يذهب للسباحة go skiing زي ما احنا شايفين كل الأنشطة أو الرياضات بتنتهي بing go shopping تمام what about do قال لنا the rest of the sports or individual sports الرياضات الفردية وباقي الرياضات اللي هي لا تنتهي بing وليست بول سبورتس وليست رياضات كروية بنستخدم معاها do فبنقول مثلا do aerobics do kung fu وهكذا تعالوا نشوف كده بيقول لنا do taekwondo do judo do gymnastics do aerobics do kung fu يبقى do بتيجي مع الرياضات والأنشطة اللي هي بنقول عليها فردية لا تنتهي ب ing وليست بول سبورتس وليست بول سبورتس ليست رياضات كروية لكن الرياضات الكروية بتيجي مع play كمان الرياضات اللي هي بتنتهي ing بتاخد go الرياضات اللي هي لا تنتهي ing وليست بول سبورتس بتاخد طبعا do تعال نشوف حاجة كمان the difference between invention discovery exploration and exploration يقول لنا invention is the act of creating something that has never been made or used before. Invention هو اختراع. طبعا شيء لم يتم يعني الكشف عنه من قبل او لم يتم غير موجود بالفعل وهو عبارة عن عملية creation خلق او انتاج لشيء جديد. يعني مثلا ممكن نقول television is or the television
is one of the most important inventions. واحد من أهم الاختراعات. The internet is one of the most important inventions. هي شيء إيجاد أو صناعة شيء من لا شيء أو شيء غير موجود من قبل. فإحنا بنقول مثلاً مثلاً the internet is an important invention. فهو ما كانش موجود أصلاً. إحنا عملنا creation لشيء جديد. لكن بيختلف المعنى بتاع الكلمات التانية اللي معانا. تعالوا نشوف كده الاكزامبلز. بيقول لنا invention is the act خلاص of creating something, هو عملية خلق شيء جديد that has never been made, لم يصنع or used before أو يستخدم من قبل. ومديني example بيقول لي the internet the most important modern invention, هو أهم اختراع حديث. تعال نشوف كده discovery. بيقول لنا discovery, if someone makes a discovery they become aware of something they didn't know about before. يعني أنا مثلا هو شيء already exists بالفعل موجود وأنا أول شخص أتعرف عليه أو أعرفه أو أظهره, فده يعتبر discovery اكتشاف. فمثلا احنا هنقول ان الجرافيتي الجاذبية هي طبعا شيء موجود يعني from يعني أو since our God has created the universe, منذ أن خلق الكون هو شيء موجود أصلا. فإحنا بقى نيجي نتكلم عن الجرافيتي فهنقول ان نيوتن has discovered أو discovered gravity, اكتشف الايه الجاذبية. هي already موجودة, هو ما صنعهاش ولا حاجة. فإحنا بنقول هنا ايه discovered, وطبعا النوع منها discovery. تعالوا نشوف كده الاكزامبلز. بيقول لنا the discovery of femtosecond was a great success, اكتشاف الفيمتوسكند كان great success, نجاح عظيم. يبقى discovery هو اكتشاف. لكن exploration بيقول لنا traveling around a place, ان انت travel تسافر او تتحرك في مكان ما to find out, لكي تكتشف what it is like, هو عبارة عن ايه. يعني انا مثلا دلوقتي I don't know much about مثلا an island, a specific island, Paris. Okay, فانا ما اعرفش باريس, ما اعرفش مكان معين. I don't know much about مثلا the Mississippi River, نهر المسيسيبي. فانا عملت ايه exploration to get more information about the Mississippi River. يبقى انا عملت exploration يعني استكشفته, يعني walked او moved around the place, traveled to the place in order to find more information, لكي اجد معلومات اكثر او اكتسب معلومات اكثر عن هذا المكان. فده بنقول عليه exploration, استكشاف. تعالوا نشوف كده الاكزامبلز اللي معانا. بيقول لنا we devote طبعا ده verb مهم جدا لازم نعرفه, ممكن بنستخدمه في الترجمة. devote بمعنى يكرس. طبعا انا ممكن اقول غاندي devoted his life, كرس حياته to helping his nation. خدوا بالكم من preposition المستخدم مع devote, هو preposition to. فاحنا بنقول devote to يكرس لي. he devoted his life, كرس حياته to helping. الله, احنا متعودين بنحط بعد to infinitive. اوكي, ولكن في بعض expressions بعض التعبيرات بنستخدم verb ing او noun after after to, بعد to بنحط احيانا verb ing او noun, وده بيظهر في بعض التعبيرات زي مثلا devote to وزي dedicate to, معنى مشابه يكرس برضو, وكمان بتيجي مع in addition to بالإضافة إلى, وكمان بتيجي مع be used to. طيب تعالوا احنا نكتبهم كده ونشوف نفكركم بيهم. بيقول لنا devote to, بيقول لنا dedicate
in addition to يقول لنا كمان be used to بيقول لنا كمان be accustomed to. كل التعبيرات اللي معانا بتتبع ب A ب verb ing either verb ing or a noun، يا إما بيجي بعدها verb ing يا إما بيجي بعدها noun. فأنا مثلا ممكن أقول I devote my life to helping my مثلا my nation أو my family، أو ممكن أقول I devote my life to مثلا my education للتعليم بتاعي to my study للدراسة. وديديكيت طبعا بتساوي devote، بيجي بعدها برضو verb ing أو noun. مال ايه in addition to؟ قال لنا هي in addition to بتختلف طبعا عن in addition، وبيقول لنا ان both of them كلاهما express addition بيعبروا عن الاضافه. يعني مثلا اقول لكم yesterday I bought اشتريت ايه؟ اشتريت رايس in addition to buying milk. الله، ده انا استخدمت بعد in addition to verb ing. وممكن طبعا اقول in addition to milk وحطينا noun بعد in addition to، لكن in addition is different and it is usually followed by a sentence، عادة بتتبع ب sentence. تعال نشوف حاجة كمان بيقول لنا be used to. be used to is different from used to. يعني الله، ده في عندنا used to احنا اخدناها قبل كده expresses a habit in the past، بتعبر عن عادة في الباست. فانا ممكن اقول لكم when I was young، لما كنت صغير I used to play in the street، يعني كنت معتادا العب في الشارع. I used to play، وجي بعدها infinitive لان دي used to من غير be، من غير be ما في عندنا used to وفي عندنا be used to. اللي معانا هنا be used to. be used to is usually followed by verb ing، بتتبع بverb ing زي باقي التعبيرات اللي معانا. لكن used to is usually followed by عادة بتتبع be used to verb ing أو noun. طب ناخد example. احنا قلنا من شوية I used to play in the street، لكن لو انا هتكلم عن او هستخدم be used to، تعال نشوف كده I am used to playing ing. I am used to playing in the club nowadays. الله، ده بتعبر عن ايه؟ nowadays بتعبر عن habit in the present. يبقى be used to expresses a habit in the present. يبقى اللي معانا دي be used to expresses بتعبر عن ايه؟ a habit، عادة in the present. فانا بعبر عن عادة بعملها في المضارع فبستخدم be used to. ولكن if I wanna express، لو انا عايز اعبر عن a habit in the past، عادة في الماضي، هستخدم used to من غير ايه؟ من غير طبعا be، وساعتها يجي بعدها infinitive. يبقى used to لوحدها بتعبر عن عادة في الباست وبيجي بعدها infinitive، لكن be used to بيجي بعدها verb ing أو noun وبتعبر عن عادة في البريزنت، أوكي، في المضارع يعني. يبقى خلينا عرفنا الفرق ما بين be used to اللي هي عادة في المضارع اللي هي am أو is أو are used to اللي بيجي بعدها verb ing أو noun ودي بتعبر عن عادة في المضارع، و used to بس اللي بيجي بعدها infinitive بس ودي بتعبر عن habit in the past، عادة في الماضي. والنطق بتاعها إلى حد ما يعني مختلف شوية، احنا بنقولش used to، احنا بنقول used used، أوكي. تعالوا احنا نشوف كمان be accustomed to. قال لنا be accustomed to، ودي طبعا بتعبر عن be accustomed to is usually followed by a gerund، بيجي بعدها verb ing or a noun. It is the same as نفس الميننج ونفس الاستخدام بتاع be used to، يعني دول الاثنين بيساووا بعض. ازاي يعني؟ قال لنا both of them express بيعبروا عن a habit in the present، عادة في المضارع. And both of them وكلاهما are followed by verb ing or a noun. كلاهما بيجي بعدهم verb ing أو noun، لكن used to اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شوية infinitive ودي بتعبر عن عادة في الباست used to بس، لكن be اللي هي am أو is أو are be used to بيجي بعدها verb ing، be accustomed to اللي هي am أو is أو are accustomed to برضه بيجي بعدها verb ing
او noun، كل دول بيجي بعدهم verb ing او noun، ولازم نعرف الفروق ما بينهم وما بين المتشابهات معاهم اللي احنا ذكرناهم. Now we're gonna complete. في طبعا عندنا بعض التعبيرات وبعض الاكزامبلز، تعالوا نشوف كده. بيقول لنا we devote several days to، شفتوا بقى to ايه بقى؟ the exploration. يبقى جه بعد to هنا ايه؟ noun. the exploration of the magnificent island. magnificent island طبعا هي magnificent equals wonderful equals fantastic fabulous marvelous، كل ده بمعنى رائع، كل ده بمعنى رائع. طيب تعالوا احنا نشوف كده حاجة كمان. بيقول لنا we have some collocations. طبعا يمكن احنا برضو قلنا قبل كده collocation. a collocation is a group of words that usually go together. مجموعة من الكلمات عادة بتيجي مع بعض، تمام؟ زي مثلا قلنا قبل كده do shopping ومثلا make a mistake والحاجات دي كلها، كل دي بنقول عليها collocations. في عندنا بعض الفريزز العبارات، وفي عندنا prepositions حروف جر. take off is the opposite of land. take off بتيجي معنى تقلع الطائرة، ودي طبعا ال opposite بتاعها land. كمان ممكن استخدم take off بمعنى ايه؟ بمعنى يخلع ملابسه، يعني as soon as I come back home مثلا، بمجرد ان انا برجع البيت I take off my clothes and take a shower. عندنا بعد كده take part in. take part in معناها participate in. خدوا بالكم من preposition take part in، يشارك في، participate in يشارك في، يبقى الاثنين بيجي معهم preposition in ومعناهم يشارك في. عندنا بعد كده take in equals understand. take in equals understand يفهم، يبقى take in بتساوي أو بتعني يفهم أو يستوعب. take place ويعني هي هنقول إن هي بتساوي happen في المعنى السطحي بتاعها، ولكن في فرق شوية ما بين take place و happen. if we have preparation، لو احنا عندنا إعداد أو تجهيز ل an action لحدث، فساعتها بناخد take place. يبقى هنقول the conference took place ولا happened؟ طبعا هنقول took place، انه يعني مش بيحصل فجأة كده الكونفرنس، احنا بنقول the conference المؤتمر took place، وده الباست من take place. يبقى take place يحدث بترتيب او بتخطيط، لكن happen يحدث بالايه؟ بالصدفة. عندنا بعد كده، وطبعا ممكن نقول ده the accident ايه؟ الحادثة حصل لها ايه؟ happened، صح كده؟ مش هقول took place. accident the accident الحادثة ايه؟ مفيش اعداد للحادثة يعني، فاحنا هنقول ايه؟ the accident happened مثلا yesterday. break a record، وطبعا كتير جدا بيجيبها لنا هي، طبعا بما ان اليونت بتاعنا عن the Olympics الالعاب الاولمبية، فهتلاقي break a record او break the record، وفي عندنا hold the record يعني يحافظ على الرقم القياسي. لكن break بيجيبها كتير قوي في find the mistake، يقول لي مثلا smash، طبعا smash معناها يحطم، بس طبعا هي مش بتستخدم في التعبير اللي بتدي نفس المعنى في التعبير اللي معانا، ولكن هي بتستخدم مثلا ممكن اقول the thief could استطاع ان هو smash the glass of the window، استطاع ان هو يكسر، smash يعني يحطم او يكسر the glass of the window زجاج الشباك and entered the building ودخل المبنى. لكن break بتيجي معانا بمعنى يحطم الرقم القياسي break the record، و hold the record معنى يحافظ على الرقم القياسي. في عندنا بعد كده reason for، ولازم نفرق ما بين reason for و cause of. reason for السبب او المبرر لشيء، اوكي؟ يعني مثلا انت بتقول لي I'm gonna مثلا leave the party، انا هترك الحفلة. هقول لك what are the reasons، ايه هي الاسباب؟
What are the reasons for leaving the party? إيه هي أسباب تركك للحفلة؟ إديني مبررات، تفسيرات. لكن cause المسبب ما نتج عنه شيء. يعني مثلا أقول لكم there was a fire in the building. كان في fire. أو the building was on fire. البيلدينج كان بيحترق. حد تاني بيسأل بيقول what was the cause of the fire؟ إيه اللي سبب الحريق؟ What was the cause of the fire؟ مش هنقول مبرر، مش هنقول reason for، تمام؟ يبقى reason معها for ودي معناها مبرر أو تفسير، لكن cause بتيجي معنا مسبب وطبعا بيجي معاها of. في معنا prepare for، يعد لي. في عندنا بعد كده بعض ال exercises. أول exercise معانا بيقول لنا find the mistakes and then correct, write them correctly. أوجد ال mistakes and write them correctly. طبعا احنا قلنا قبل كده التكنيك بتاعنا في find the mistake ان احنا we must suspect every word. لازم نشك في كل كلمة. طيب احنا هنا هنقول the Olympic Games. بالمناسبة هي كتير قوي بيقول لي the Olympics. صح؟ لو اتعامل معها ان هي noun وجمعها ساعتها هنحط S the Olympics. لكن ما ينفعش هنا في مكان زي ده هي جاية فيه ك adjective احط لها S. ما ينفعش اقول the Olympics games. فناخد بالنا برضو دي بتبقى من ضمن الحاجات ال confusing اللي بتوقعنا. The Olympic games او the Olympics. Take care every 4 years. Take care. لا. طيب احنا الجزء ده صح ما فيهوش اي مشكله. طب تيك بيجي معاها كير. بس دي بتبقى معناها يعتني بي. طيب هي الاولمبيك جيمز بتعتني بي ولا بتحدث؟ اها يبقى تيك. ايوه بليس. تيك بليس يبقى هنغير كير هتبقى ايه؟ بليس. تيك بليس يحدث وطبعا يحدث بتخطيط. بعد كده بيقول لنا it's not fair to pay the workers only this sum of money. It's not fair. Okay, it's not okay. ما فيهاش مشكلة. Fair. Fair يعني أجرة مواصلات. إيه اللي جاب أجرة المواصلات لل to pay the workers إن أنت تدفع للworkers. إحنا كده إحنا we suspect this word. إحنا شاكين في الكلمة دي. هنرجع لها تاني. Only this sum فقط هذا المبلغ of money. كل ده صح. طيب نرجع تاني الفير. فير دي معناها أجرة مواصلات. طيب ممكن نستخدمها هنا ولا دي أكيد هوموفون لكلمة تانية؟ هي هوموفون بالفعل. كتير قوي من الكلمات بيجيبها لنا وهي بتبقى هوموفونز لكلمات أخرى. فير دي في النطق بتاعها هوموفون يعني يعني شبيه أو مثيل في الصوت. كلمة بتماثل أخرى أو شبه كلمة أخرى في الصوت تماما. فإحنا بنقول it's not fair اللي هي إيه؟ F-A-I-R. F-A-I-R اللي هي طبعا عادل. It's not fair. Fair طبعا بمعنى عادل. F-A-I-R. It's not fair ليس عادلا أو ليس من العدل to pay workers إن أنت تدفع للworkers only this sum of money. عندنا بعد كده بيقول لنا number three the champion could smash the world record. الله ده احنا كنا اتكلمنا على موضوع smash ده من شوية. الشامبيون اللي هو بطل رياضي والشامبيونشيب اللي هو البطولة الرياضية طبعا ده غير طبعا لما بنقول هيرو. هيرو طبعا هو بطل مثلا في الحياة أو بطل في مثلا في فيلم أو مسرحية فده هيرو. فده طبعا هيرو. لكن تشامبيون هو بطل رياضي. هو في حد بيسأل على المراجعة. احنا لسه كمان معانا تشابتر في الستوري وبعد كده ان شاء الله نبتدي نراجع من الحلقة اللي بعد اللي جاية مباشرة ان شاء الله. فاحنا كنا بنقول هيرو هو بطل في الحقيقة وطبعا هيروين بطلة المؤنث بتاعها ولكن الشامبيون هو بطل رياضي. بيقول لنا ذا تشامبيون البطل الرياضي كود سماش.
كود سماش، استطاع أنه هو يحطم، بس إحنا ما بنستخدمش سماش مع the world record أو the record. ما بنستخدم إيه؟ بنستخدم break. يبقى نقول break the record. Break the record. Break the record يعني يحطم الرقم القياسي. طيب عندنا بعد كده في number 4 بيقول لنا I couldn't stop cry. هو من ضمن التعبيرات اللي بيجي بعدها verb ing أو noun can't stand كمان. Can't stand و can't stop و couldn't stop. هدول بيجي بعدهم verb ing أو noun. يعني ممكن أقول I couldn't stop مثلا cry. لم أستطع أن أمنع نفسي من الـ A من البكاء. I couldn't stop crying. شوف الإكزامبل اللي معانا بيقول لنا I couldn't stop cry when I was or when I saw the accident. ما كنتش إيه؟ لم أستطع أن أمنع نفسي من البكاء when I So the accident عندما رأيت الحادثة. تعالوا احنا دلوقتي نشوف حاجة خاصة بالجرامر، وطبعا before we deal with this grammatical part we're gonna explain the rules we have. Before in unit 4 we have explained the present perfect. And I think we studied this tense before. The third prep and in the first secondary we have studied the present perfect. استخدمنا او يعني اتعاملنا مع present perfect قبل كده. يعني شويه هنا هناخد the difference. هفكركم بالthe form الشكل بتاع present perfect. وكمان the form of the present perfect continuous وشكل present perfect continuous او progressive. وكمان نحاول ان احنا نعمل comparison مقارنه ما بين الاثنين في اليوس أو uses في الاستخدامات، ونشوف إيه هي الكيوردز اللي عادة بتوقعنا أو بتعرفنا إزاي نتعامل مع الأزمنة وإزاي بنختار في الامتحان. تعال نشوف كده مع بعض. أول تنس معانا هنتعامل معاه هو the present perfect simple. The present perfect simple. Present perfect simple هو المضارع التام البسيط. وده طبعا يمكن احنا قبل كده اتكلمنا وقلنا انه هو we use it بنستخدمه او we form it with have بنعمله الاول من have or has plus the past participle. Past participle اللي هو تصريف رقم 3 يبقى احنا بنعمله من have او has plus the past participle زائد التصريف رقم 3. But ولكن we form the present perfect continuous differently. بنعمله بشكل مختلف هنقوله دلوقتي. طيب ده الشكل بتاع present perfect simple. طبعا احنا عارفين ان have مع كل البلورال ومعهم I كمان. I وthey we you والبلورال بلورال الجمع، لكن has بتيجي مع كل المفرد he she it وكل المفرد. قال لنا we use this tense بنستخدم الزمن ده to talk about an action للحديث عن شيء أو حدث started in the past بدأ في الباست and continued up till now واستمر حتى الآن. طيب يعني أنا ممكن أقول لكم مثلا I have lived in this country. I have lived طبعا ده الابريفيشن الاختصار بتاع have بنقول نحط apostrophe VE يبقى have الابريفيشن بتاعها apostrophe VE. الابريفيشن بتاع has هو apostrophe S. وطبعا احنا بنفرق ما بين has و is. طبعا has اختصار بتاعها apostrophe s و is نفس الكلام اختصار apostrophe s، لكن الفرق ما بين الاثنين بيبقى واضح جدا في الستراكشر بتاعتي في تركيبة الجملة. يعني لو عندي مثلا انا بتكلم في عندي subject والجملة بتاعتي في الactive وفي عندي apostrophe s و past participle تصريف ثالث اكيد ده has تمام وهكذا. طبعا احنا عارفين الفورم بتاعت present continuous هو am is are plus the verb plus ing مضارع مستمر. طبعا لما بلاقي verb ing اكيد اللي قبلها apostrophe s هتبقى خاصه ب is او هي ال abbreviation بتاع is. طيب ده بالنسبه للform. قلنا the first use او الاستخدام an action started in the past and continued up till now واستمر حتى الان. طيب
ممكن نستخدمه لإيه كمان الـ present perfect simple؟ قال لنا for an action لحدث started and finished in the past، حدث بدأ وانتهى في الباست but has influence in the present، ولكن تأثيره موجود. يعني مثلا حد مثلا عمل حادثة ولكن ما زال يعاني من آثار الحادثة، فأنا مش هقول إن هو he made an accident لأن الآثار ما زالت موجودة، هقول he has made an accident، he has made an accident. طيب أنا مثلا رحت الشقة بتاعتي لقيت إني it is clean، لقيتها نظيفة، فأكيد هعرف إن إيه؟ my wife has cleaned it. إيه ده؟ has cleaned it؟ نظفتها؟ طب ليه ما استخدمتش cleaned past simple؟ لأن the effect التأثير، the influence التأثير of the action exists in the present، موجود في المضارع، التأثير بتاعها أو النتيجة بتاعتها موجودة في المضارع. يبقى أنا بقول إيه؟ بقول my wife has cleaned the flat، has cleaned the flat. يبقى استخدمت present perfect لأن النتيجة أو أثر الحدث لسه مازال موجود، إن الشقة لسه مازالت نظيفة. لكن لو رحت ولقيت شقة مثلا not clean، فأنا ممكن أسأل مثلا my wife وأقول لها did you clean the flat؟ أو أقول لها why didn't you clean the flat؟ ليه ما نظفتيش الشقة؟ هتقول لي إيه؟ هتقول لي oh I cleaned it several times before، أنا نظفتها كتير قبل كده. نظفتها يعني بيتكلم على الباست، صح كده؟ بيتكلم عن action happened in the past. I cleaned it several times before. But ولكن I wasn't free today، ما كنتش فاضية النهاردة to clean it. يبقى استخدمت قالت I cleaned. ليه ما قالتش I have cleaned it؟ لأن هي أصلا already dirty. فأنا هقول أو هي هتقول I cleaned it. تعالوا نشوف الاستخدام التالت بتاع الـ present perfect. قال لنا we use the present perfect for، بنستخدم present perfect simple اللي معانا ده for an action لحدث finished a short time ago، حدث منذ فترة قصيرة جدا مثلا. فلو احنا مثلا عايزين نتكلم على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي حالا، فاحنا ممكن نقول we have just taken an exercise، لسه واخدين exercise حالا. we have just، استخدمت just هنا ما بين have or has and the past participle، حطيت just فين؟ في النص. طب تعالوا ناخد example كده، بنقول I've just taken an exam أو exercise أي حاجة. I've just taken an exam، لسه واخد امتحان حالا. I have just had an exam. طب استخدمت just فين؟ قال لنا ما بين have or has and the past participle والتصريف رقم 3. معناه ان the action happened a short time ago، حدث منذ فترة قصيرة مضت. اوكي؟ طيب. قال لنا في عندنا since وfor طبعا ويات. yet طبعا is used، بتستخدم فين؟ قال لنا at the end of a question، في نهاية سؤال. yet كمان بتستخدم في، بيقول لنا at the end of a negative sentence، بتستخدم في نهاية جملة negative. يبقى yet بنستخدمها فين؟ قال لنا at the end of a question، في نهاية question، وفي نهاية ايه كمان؟ في نهاية ايه؟ في نهاية negative sentence، جملة negative، جملة منفية. يعني ممكن أقول لكم Have you finished your homework yet؟ هل أنتوا خلصتوا الهومورك بتاعكم حتى الآن؟ فحد يقول لي I haven't finished my homework yet، استخدم لي جملة negative. يبقى Have you finished your homework yet؟ عملت سؤال وحطيت yet في الآخر، فأنت هتجاوب تقول لي I haven't، negative أهو، I haven't finished my work yet، حطيت yet في نهاية الجملة المنفية. لكن yet مش هينفع استخدمها في جملة positive. أوكي؟ طيب في عندنا كمان ever، وever بستخدمها في ال questions. فأنا بقول لك have you ever seen مثلا a crocodile؟ هل سبق على الإطلاق إن أنت شفت كروكودايل؟ تعال إحنا نكتبها كده ونشوف تيجي إزاي. have you ever seen
A كروكودايل. استخدمت ever فين في ال question، وبالتحديد before the past participle، قبل التصريف ال A، قبل تصريف رقم 3 أهو. have you ever seen، هل سبق على الإطلاق أن أنت رأيت a crocodile؟ طيب ده بالنسبة ل ever. قال لنا في عندنا recently، ودي بنستخدمها في نهاية ال A الجمل. في عندنا already و just و never، شوفوا مكانهم فين. في عندنا already، في عندنا just خدناها من شوية، وفي عندنا never جمعهم كلهم مع بعض اللي مكانهم واحد. طبعا التلاتة دول بنحطهم فين؟ قال لنا between، ما بين have or has، نكتب have هنا، or has and the past participle، والتصريف رقم 3. هدول ده المكان بتاع already just never. اقول لك I have، او اقول لكم I have already finished، انا بالفعل انهيت. I have just arrived، لسه واصل حالا. I have never eaten pizza، عمري ما اكلت بيتزا قبل كده. فده طبعا الاماكن بتاعت الثلاث كلمات اللي عندنا. طيب معنا اتصال احمد من الدقهليه. السلام عليكم. الو، عليكم السلام. اتفضل يا احمد. عليكم السلام. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. I have two questions. اوكي اتفضل. The first one what's the difference when we say win admiration, win respect, and gain admiration, and which is the correct one. طب عالي الصوت شوية، والصوت بتاعك مش واضح. الفرق ما بين ايه؟ The difference between؟ احنا ممكن نقول win admiration ولا gain admiration، او gain respect او win respect. طيب. و second question translate into Arabic. Translate. طيب هي طبعا هنقول gain admiration، لان احنا قلنا الابستراكت ناونز الاسماء المجرده يا احمد بتاخد ايه؟ gain. يعني ممكن اقول gain fame، يحصل على شهره، وgain knowledge وgain information وgain admiration، يحصل على اعجاب. تمام اتفضل. too much ambition too and determination too much ambition and and determination تفضل كمل. may expose may expose may expose yes huh oneself one self too dangerous. Too A? Dangerous. Too danger? Yes. تمام يا أحمد، أوكي. شكرا. تفضل. طيب، هو بيقول لنا too much ambition and determination. Make هي may expose oneself to danger. طيب هنترجم ازاي؟ هنقول كثير من الاعجاب، كثير من الطموح. خلينا طيب الاول مع بعض هنا على الورقه. too much كثير من، كثير من الايه؟ ambition. ambition اللي هو الطموح. اوكي؟ and determination. determination اللي هو النيه او العزم. تمام؟ هنستخدم او هناخد المعنى ده. اوكي؟ وطبعا هي جايه من الفيرب determine، وطبعا النطق بتاعه determine يعني يعقد العزم او يقرر يعني او ينوي. may expose ربما تعرض. expose يعني يعرض. يعرض ايه؟ oneself حياة الانسان.
الله، طب ده one self يعني ايه؟ one self زي ما بقول مثلا myself و yourself و herself والكلام ده، فاحنا بنستخدم one instead of، بدلا من ايه؟ instead of the first part of the reflexive pronoun، بدل من الجزء الاول في reflexive pronoun، يعني هو طبعا reflexive pronoun اللي هو ضمير منعكس myself yourself وهكذا، فاحنا بنستخدم one self يعني اي حد يعني، تمام؟ للاشاره لضمير منعكس يعود على اي شخص. to danger يعرض اي شخص to danger الى الخطر، تمام؟ ويمكن انا شويه مش متفق طبعا مع الايديا بتاعت الترجمه، ولكن هو دي الترجمه بتاعت الايه القطعه اللي قالها لنا احمد، لكن طبعا انا غير متفق. طبعا if you wanna achieve success، لو انت عايز تحقق اي نجاح you must be ambitious، لازم تكون طموح، ده اول حاجه، and you must have يعني determination، ولازم يبقى عندك نيه وعزم شديد، وطبعا ده من ضمن عوامل النجاح، مش بتعرض للخطر ولا حاجه. طيب تعالوا احنا نشوف او نكمل اللي احنا كنا ابتديناه. احنا قلنا ان احنا قلنا ان يات بتستخدم في نهاية السؤال، ويات بتيجي في نهاية الجملة المنفية، يات كما قلنا ايفر بتيجي في السؤال، قلنا جاست اوريدي ونيفر بيجوا ما بين هاف او هاز والباست participle. كمان كنا بنتكلم على او لسه كنا هنقول the difference between since and for. since and for اتكلمنا فيهم كتير قبل كده، ولكن هفكركم بيهم. since is usually followed by a point in time. يعني ايه point in time؟ يعني نقطة في خط الزمن. يعني ايه برضو؟ يعني بداية حدث، يعني يا اما تاريخ يا اما بداية حدث. طب تعالوا احنا نشوف كده الكلام ده على الورق. بيقول لنا since و for since is usually followed by a date، عادة بتتبع ب date تاريخ، a point in time يعني احنا ممكن نقول point in time، point in time. فأنا ممكن أقول since مثلا، since two thousand and ten. ممكن أقول since بداية الحدث بتاعي كان yesterday، فهقول since yesterday. طيب ممكن أقول since بداية الحدث كان الأسبوع اللي فات، فأنا بقول since last week. أوكي؟ طيب إيه موضوع for؟ قال لنا for is usually followed by a period of time، عادة بتتبع بإيه؟ ب period of time، يعني مدة زمنية محددة. period. اوكي، فبيجي بعدها period of time، مدة زمنية محددة. طيب اوكي، تيجي ازاي؟ يعني احنا هنا قلنا مثلا since 2010. لو انا هستخدم for اللي هي 2010 دي، ده بداية الحدث او التاريخ، هحسب المدة، فهتكون for لمدة قد ايه؟ for 7 years، مدة 7 سنوات. طيب هنا بقول since yesterday، منذ الامس، فلو هستخدم for هقول for a day أو one day، لمدة يوم، من امبارح لغاية دلوقتي one day، مدة، المدة بتاعتي one day. هنا بنقول since last week، هنا هنقول for a week، منذ ايه؟ اسبوع واحد أو one week. طب هنا ممكن نقول for a long time أو a short time، a long time، وممكن أقول for a short time. قالنا كمان since can be followed by a sentence، ممكن يجي بعدها جملة. If we have a sentence، خدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا. If we have a sentence after since you must put it in the past simple. احنا عندنا جملة بعد since، يبقى لازم نحطها في الباست سيمبل. يعني مثلا اقول لك I haven't met her، لم اقابلها. I haven't met her، جملة بتاعتي present perfect. Since ايه بقى؟ she was in the مثلا conference، منذ أن كانت في المؤتمر. I haven't مثلا I haven't traveled to America، لم أسافر لأمريكا. since I مثلا met
my friends، منذ أن قابلت أصدقائي، وهكذا. فإحنا بعد since حطيت past simple، قبل since في present perfect. ده بالنسبة لـ present perfect simple، استخداماته والفورم بتاعته والشكل بتاعه والـ keywords أو time references اللي إحنا بنستخدمها معاه. أفكركم بيهم تاني: present perfect have or has plus the past participle have or has والتصريف التالت. present perfect بستخدمه لحدث بدأ في الباست واستمر حتى الآن. present perfect بستخدمه لحدث بدأ في الباست وانتهى وتأثيره موجود، زي ما احنا قلنا ان she has cleaned the flat، هي نظفت الشقة ولسه already نظيفة لغاية دلوقتي. كمان present perfect for an action finished a short time ago. فاحنا ممكن نتكلم نقول احمد لسه متصل حالا، فنقول احمد has just called او phoned us. ايه في عندنا التايم ريفرنسز اللي احنا اخدناها؟ قلنا ناخد بالنا من سينس لما بيكون بعدها ايه جمله، بتبقى الجمله في الباست سيمبل. تعالوا نشوف كمان ذا بريزنت بيرفكت كونتينوس. ذا بريزنت بيرفكت continuous. المضارع التام المستمر احيانا بنسميه present perfect progressive. What's the form of it؟ قالنا it is formed with have or has plus been plus verb plus ing. have or has been plus the verb plus ing. طيب ده بالنسبة لي الشكل بتاع present perfect continuous. When do we use it؟ بنستخدمه امتى؟ قال لنا it is similar to the present perfect simple، شبه present perfect simple جدا. But ولكن the present perfect continuous focuses on the continuity of the action، بيركز على استمرارية الحدث up till now، حتى الآن، or up till the future، او حتى للمستقبل. وساعتها بيجي معاه بعض التايم ريفرنسز اللي احنا هنكتبهم دلوقتي. all day up till now. ممكن تلاقي still موجودة في الجملة بتاعتك عشان توضح ان الحدث ما زال مستمر. تمام، يبقى all day up till now still. ممكن كمان تلاقي اي كلمات او time references خاصة بالfuture. فاحنا عموما انا لازم اخد بالي ان اي time reference، سواء اي time reference جاي من present continuous اللي هما all وstill وthis moment وnow، اكيد هيعرفني الحدث لسه مستمر حتى لحظة الكلام، فهستخدم present perfect continuous. كمان في بعض التعبيرات الخاصة بالfuture المستقبل، فدي برضو بستخدمها احيانا، بتوضح لي ان الحدث لسه مستمر وربما يكمل للمستقبل. طيب انا ده بالنسبة للpresent perfect continuous اعرفه ازاي؟ طب هو يعني ايه الفرق برضو ما بين وبين present perfect simple؟ طب هما الاتنين متشابهين، ايه الفرق؟ قال لنا the present perfect the continuous focuses on the continuity، بيركز على استمرارية الحدث. خلاص، فأنا ممكن أقول لكم I am مثلا smelling smoke coming from the kitchen، أنا شامم مثلا دخان جاي من المطبخ. فحد يقول لي إيه؟ she has been cooking، هي بتطبخ جوه، معناها إن هي مستمرة في الطبخ. طب ليه استخدمنا present perfect continuous؟ لأن في لسه stay دخان طالع من المطبخ. I am smelling smoke، انا شامم دخان الان. يبقى she is بتعمل ايه؟ she has been cooking present perfect continuous. طيب ده بالنسبه present perfect continuous. قال لنا it doesn't focus on the result، لا يركز على النتيجه على الاطلاق. ازاي يعني؟ انا مثلا ما ينفعش اقول she has been مثلا reading five stories. النتيجة بتاعتي أو اللي أنا حققته five stories دي ما ينفعش أستخدمها في ال present continuous، present perfect continuous.
ممكن استخدم فيها البريزنت بيرفكت سيمبل العادي واقول she has read five stories. يبقى البريزنت بيرفكت سيمبل focuses on the result. نكتب الكلام ده. Present perfect simple ممكن نقول he has read five stories. فهنا في ايه نتيجة. طيب تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي معانا. بيقول لنا رغد her university exams, that's why she looks so happy. هي فرحانة دلوقتي، يبقى أكيد إيه؟ she had passed ولا passed ولا has just passed؟ طبعًا هنستخدم حاجة لها علاقة بالبريزنت اللي هو مين؟ has just passed present perfect إيه؟ simple. بيقول لنا أحمد and مصطفى space five competitions this year. when ولا have been winning ولا wins ولا have won؟ في عندنا نتيجة أو result. حققوها five competitions، خمس مسابقات فازوا فيهم، يبقى مش هنستخدم present perfect continuous لأنه لا يركز على النتيجة، هنستخدم إيه؟ present perfect simple. بيقول لنا زينب بتقول I'm smelling smoke coming out of the kitchen. أنا شم دخان. What's wrong؟ إيه المشكلة؟ فمصطفى قال سوزي بتعمل إيه؟ lunch all day till now. cooked ولا has cooked ولا has been cooking ولا was cooking. طبعا cooked past ملهوش علاقة بالموضوع. في عندنا has cooked، طبعا present perfect simple. has been cooking، طبعا ده هو الإجابة بتاعتنا لأن الأكشن بتاعنا مستمر إيه حتى لحظة الكلام، فهنستخدم has been cooking. has been إيه cooking. Now I'm gonna revise what we have said. نراجع كده اللي احنا قلناه بسرعة. قال لنا the present perfect simple is formed with have or has plus the past participle. Whereas بينما the present perfect continuous is formed with have or has been plus the verb plus ing. The present perfect simple focuses on the result. Whereas the present perfect continuous focuses on the continuity of the action. بيركز على استمرارية الحدث. اوكي طبعا ناخد بالنا من التايم ريفرنسز اللي احنا ذكرناها وناخد بالنا من التعبيرات اللي احنا قلناها. Now dear students, we have come to the end of our episode for today. Wishing you good luck and bye bye.